عليكم اخوان اصدقاء الرياس خوت. اليوم هذا الصباح ان شاء الله راه صابح المنزله زوينه وجو زوين، البحر طايح، وخصصنا هذه الصبحيه هذه السبيني ان شاء الله طريقه الجر او التكراك. اوا الطبيعه تبارك الله زوينه، جو زوين، ونتمنى ان شاء الله تجي شي حصيله ولا تكون شي تشانيقه على المباشر، نتمنى تيسير الله يجيبها سمينة. يا الله الإخوان إلى ملتقى إن شاء الله مع شي تشانيقة اللي كتبها الله. لا يا فتح يا رزاق، واحد لاتوش عندك يا جمال؟ بحورات هادو جمالة، وبحورات زينين هادو تبارك الله. جا فوق مني، اسي اسي باغي يرجع للحياة هذا مسكين. قلت لك هاد الدري هذا باغي يرجع للحياة. بسم الله توكلنا على الله. بياسة الشحيطة الثانية هذه، اللهم لك الحمد. ديما الإخوان سويتشات جلود، خلو تيجي باللي ونسو. بسم الله واحد لاتوش باغي الخضرة. يا مسهيل دراعي ناشط مع راسو حتى هو. ندو ينشط مع اخوي توانسو. صح جمال، الله يسخر اخويا، الله يسهل الامور. بسم الله شتا تفضفض بزاف، تشوريا جوج دابا راه كنت عقد تشوريا جوج تفضفض هي بزاف. كان برينا هذا رقد الماريه مع القصبه لتحت. جوج تشوريا والله الا وحده كان عند الراس. هذا الراس جاتني جوج
سيارة جامعة روعة مع على بياسة زينة تبارك الله الله أتي. النوضة الأولى هذيك 800 ديال راس يا سيدي بلا غا عندك الموش يا بسم الله الحصيلة الإخوان واحد الدريعي تبارك الله الدريعي بعدا يا الطاوة اللهم بارك واحد الدريعي أخر حتى هو اللهم بارك حصيلة ديال الساعة هذه واحدة بلاغة الله يجعل البركة اللي فرزق راه تيسروا مولانا نتمنوا التيسير للأصدقاء حنا راه باقيين مواصلين الصيادة والله يجيبها سمينة ديما الله يجيبها سمينة والله يسر الجميع بصحتنا وبصحة الجميع يا بسم الله توكلنا على الله شحيطه واقيله 5 واقيله 6 علاش ضاربها؟ قرب دقيقه شو علاش ضاربها؟ ضاربها على الفلاش مير شو داير علاش؟ الله يلا الجره 5 واقيله 6 صحوني انا واش دري؟ هار شتا بدات تقرابها طيل تحت عرفتها هي اللهم بارك ها؟ اللهم بارك خير الله يسعدك يا سي زوينه الباروك ديال هاد الماريه هادي يلا بدا البحر تيخلي فيها الهمس ديالها نجا والله هاد السمك هادي خاصك تاكل ريت اه سالفه صافي صح
تشوف ولا تشوف بزاف. ضرب ضرب ديروا لها العملية. العملية الجراحية شوف بانس تيتعطل في الماء ديما في السطالو في الماء بانس كوانسيس قليل فين كاش خدمو لا لا هو ديما في الماء في الماء لا لا تعطلت فيه ماذا السلاح السلاح اللهم بارك قرطاس وقرطاس ليتوي ليتوي دابا هي تابع الحي دابا هي الطعمه ما غادي تهزالك السلاح ياك الجران تصات مع الدرعي وبلا بوي الله يعطيك الصحه.